وجودنا اليوم احنا في الأكاديمية جاء لعدة اعتبارات. أولها هو كثرة الاحتجاجات من العديد من الأمهات والآباء والأولياء على ما توصلوا إليه من خبرين أو من نتيجة غير سارة لتتعلق بالغش ومنعهم من الدورة الاستدراكية أو من النجاح. وهناك وقفات احتجاجية كثيرة بالمديريات الإقليمية وكذلك بمقر الأكاديمية الجوية اللي جات دار بيضاء صداد. فكان لزاما علينا نحن كفيدرالية أن نبحث عن أسباب هذا الغش، لأن العائلات في اعتقادهم أن الغش يضبط ساعة امتحان. اليوم احنا كنتوصلوا بأن كاين غش تفت صحيح. احنا جينا نستفسروا كيفاش الطريقة ديال الغش ديال التصحيح. اللي كنا كنعرفوا هو أنه إذا كانوا جوج ورقات ديال الامتحان كتشابه تعتبر غش. هذه معمول بها وساري بها العمل منذ زمن. اليوم احنا كنكتشفوا ان هناك تمارين ولا امتحانات تسربت عبر وسائل التواصل، واللي منها تسربت اسئله وتسربت اجوبه، واقتنعنا الى حد كبير من المسؤولين سواء المساعد مدير الأكاديمية او المكلف بالحياة المدرسية والامتحانات، وكثر من ذلك أنه جبنا عينة من الأوراق اللي شفنا كيفاش المحاضر كيفاش كتكون، وقفنا على حقيقة أنه القرار ما كيتخش أحادي من طرف الأسم الصحيح، أن هناك لجنة وأن هناك مراقبة وأن هناك مفتش المادة إلى غير ذلك، وكاين واحد الضوابط اللي كتمشي بها، وكاين هناك محضر، يعني كل حالة عندها محضر ديالها. فأمام الواقع اللي واقع هنا، ما مصير هذوك التلاميذ الآن؟ وهما شريحة كبيرة لا بأس بها، وعلى قلتهم ما خصهاش تكون، يعني خصنا نلقاو لهم الحل. حنا كنتكلموا الآن على اللي ضبطوا في حالة الغش، ما كنتكلموش على اللي جا باش يعاود صحيح. هذوك حقهم كيحطوه سيبتوا فيهم، لا عنده شي حق راه غادي ياخذوا. حنا الآن أمام هاد الظاهرة هذه اللي تحرموا كما قلنا في البداية حتى من الدورة الاستدراكية. فأكيد حنا اللي كندافعوا عليه هو التلميذ. أكيد أن كندافعوا على المنتوج كذلك التعليمي اللي خاصو يكون يرقى واحد مستوى جهة الدار البيضاء صداد. لان احنا راه خمس متمدرسين في المغرب كله، كاين عندنا هنا عندنا 112 الف مترشح، يعني 65% ديال نسبه النجاح راه تشكل حدث ايجابي حدث. حتى الحاله ديال هاد الحالات اللي كاينين راه هما يعني لا تشكل خطر، لكن خاصنا مصيرهم يكون. فاحنا ما بغينا الامور ما تفوتش المجال التربوي. مثلا وقع ما وقع والاخطاء كاينه مع الانسان في طول حياته. هاد التلميذ لرغبه ما ولا لحاجه في يعقوب او نوع سلك هذا السلوك، فما بغيناش تكون لي نهايه العالم، ما بغيناش يكون يعني تغير لي مستقبل حياته، ما بغيناش يكون سبب في الهدر المدرسي، ما بغيناش ينوض واحد شريحه منو تولي فراشات ويولي يدير واحد المسائل، بغينا يبقى قريب المجال التعليمي. فدوينا مع المسؤولين والتجأنا الى انه لابد من يكون حتى الاجراءات تكون التربويه هي اللي خاصها تكون، ما يكونش واحد عقاب تربوي اللي مؤثر. فكيف ما كان الحال خاصو يشعر بانه راه ارتكب خطا، ويعرفوا ان المستقبل ما كيتبناش بالاخطاء، كيتبنى بالمجهود. ففعلا دار خطا، فعلا توقعت اخطاء، لكن العقوبة تكون تربوية، وهذا هو السر علاش وجودنا احنا اليوم. ولقينا ضمانات على انه لابد من استحضار هذه الجوانب كاملة، لابد من استحضار حتى الفرصة اللي عند هذاك التلميذ، واش هي أخيرة، واش هي قبل الأخيرة، واش هي هذه، وتعطاه تبقى عنده أمل في الدراسة، لأنه لا مجال عن التعليم، لا مجال عن الدراسة. هاد الناس يعني كانت وعود مزيانة الى حد ما اطمأن على انه راه حتى هذوك الناس اللي ارتكبوا هذه الاخطاء راهم في يد امينه، غير الاسر يبداو ينتبهوا، الاسر اللي عندنا حنا ياخذوا شويه حيطه، شويه ارتكاز، ما يديروش الثقه كلها في انه خاصو ينجح وصافي.
ماشي طلب الحصول على معدل عالي نسلك جميع الطرق، لا راه كنبنيو حياتنا، كنبنيو حياة منطقتنا، كنبنيو حياة الجهة ديالنا، كنبنيو حياة وطننا، كنبنيو مستقبل وطننا. ما نبغيش يكون حنا مبني على الغش، غدا واحد من هادو خدا واحد المنصب ما تأثرش عليه، انه ما خاصو ما يعرفش، راه ما خاصوش يسلك واحد السلوك في حياته في شخصيته انه ما جاش على عن طريق زعما. النتيجة كانت إيجابية إلى حد كبير. حتى ايجابيه انه التلامذ مثلا عندنا العقاب ما يكونش انقطاع الدراسه طويل. احنا كنطلبوا انه الى ما عطيهم اليوم من الدوره الاستدراكيه فاسمح لهم يلتحقوا بالدراسه في الدخول المدرسي ان شاء الله، وغادي يكون ان شاء الله، وهذا هو الهدف ديالنا، وهذه هي المطالبه اللي ان شاء الله غادي المطلب اللي غادي نطالبوا به وغادي نبقاو شادين فيه، لان لقينا تجاوب ولقينا واحد حسن النيه، وغادي نوصلوا ليه ان شاء الله، انه ما يتفاداش هذا، ما يطولش عليك اكثر من هذا الشيء. اذا تمنع من الدوره الاستدراكيه فما يتمنعش من الدراسه ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.